وعليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد موقع لربح المال اسمه أتي أدفيرت. أول حاجة تضغط في الرابط في الوصف أسفل الفيديو، هيظهر لك مدونة هتلاقي رابط الموقع فيها، تضغط على ريجستر أو تسجيل لأول مرة في أقصى اليمين هنا، هيظهر لك الفورم ده أو الشكل ده، جنرال انفورميشن أو المعلومات العامة، الاسم بالكامل، الإيميل، إعادة كتابة الإيميل، بيرث يير أو سنة الميلاد 1985 او ايا كان، وانا لست برنامج روبوت تتعلم عليها، وتقول له اي هاف ريد اند اجري، يعني انت موافق على الاتفاقيه، وبيرث بليس هتضغط مثلا البلد اللي انت مولود فيها، هنا هتكتب الباسورد، هنا هتعيد كتابه الباسورد، هنا هتكتب اسم المستخدم. بعد ما تخلص هتقول له ريجستر، يجي لك رساله على الايميل بالشكل ده، تضغط على الرابط ده هيفتح لك صفحه في الموقع مباشره اللي هي صفحه اللوج ان بالشكل ده، هتقول له انا لست برنامج روبوت وتقول له لوج ان. بعد كده بيحمل بالشكل ده، هيكمل لك تحميل وهيضغط لك هنا، هيبقى موجود هنا بيقول لك كليك هير تو لوج ان يور اكونت او اضغط للدخول الى الحساب. هتضغط هنا هيفتح لك الموقع بالشكل ده. اول حاجه هتبص عليها البالانس او الرصيد الخاص بيك. اول حاجه بيقول لك كونتري اللي هي ايجيبت اللي هي البلد مصر، ممبرشيب ستارتر او مبتدئ، ممبرشيب اكسباير او تنتهي العضويه في، بيقول لك نيفر لا تنتهي ابدا. انت ضغط ضغطاتك النهارده يور كليكس 7. طيب المهم دلوقتي احنا عايزين الرصيد، الرصيد هتلاقيه موجود في حاجه اسمها اكونت بالانس او رصيد الحساب او الرصيد الرئيسي، مكتوب عندك بالدولار، دي علامه الدولار، مكتوب 005 يعني مش محصل 1 سنت. تمام، طبعا الدولار بيساوي 100 سنت، يعني لو واحد من 100 يبقى 1 سنت، واحد من 10 من الدولار يبقى 10 سنت. بيرشس بالانس او رصيد المشتريات، لو انت تعلن عن موقعك او البلوجر الخاص بك او كده، اوريدي ريسيفد او المبالغ اللي تم فعلا استلامها من الموقع، افيلبل بوينتس او النقاط الخاصه بيك 7. هقول له كونفرت ناو، لو انا عايز احولها هنقول له مثلا سبميت، ما نشوف هيبقى، بيقول لك قال، بيقول لك دلوقتي كونفرجن ريت ال 5000 نقطة بيساوي 1 دولار، يعني أنت ممكن تعمل 5000 نقطة وتحولهم ل 1 دولار، لو قلت له سبميت بيقول لي أنت ليس لديك نقاط كافية، يعني لازم يكون أقل حاجة 5000 نقطة، تمام؟ طيب أدخل على أكونت سمري تاني اللي هو الرصيد الخاص بيا، عايز تسحب من الموقع هتقول له ويزدرو ناو أو ويزدرو من هنا، تقدر تسحب هتقول له ويزدرو ناو، هنشوف أقل حد للسحب، أقل حد للسحب 4 دولار عشان تسحب خلاص. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف الاعدادات الخاصه بيك بحيث انك تعرف عايز تسحب على ايه، هنقول له بيرسونال سيتنجز من هنا، وهننزل عن تقدر تسحب على بيرفكت موني او سكريل او بيتكوين او فوسي باي او اير تي ام او بايير، خلاص كل ده تقدر تسحب منه، واقل حد للسحب 4 دولار. خلاص عايزين نكسب بقى من الموقع او نعرف ازاي نكسب منه، هتقول له ايرن موني من فوق خالص، ايرن موني اول حاجه تقول له فيو ادفيرتايزمنتس او مشاهده اعلانات اللي هي خدمة المواقع من الآخر. أول حاجة بيقولوا الديلي سيرفيز أو الدراسات الاستقصائية اليومية، في عندك ديا هتديك 84 سنت لمدة 17 دقيقة، هنا هيديك 84 سنت تانية لمدة 21 دقيقة، بعض الأسئلة هيسألها لك، هنا 9 دقايق هيديك 51 سنت يعني نص دولار، تمام. طيب هننزل تحت كمان، في بقى الديلي ادز او الاعلانات اليوميه، في حاجات باهته وفي حاجات باللون الازرق. الحاجات الباهته دي انا عملتها بالفعل، الحاجات الزرقاء بيقول لك هتقعد 7 ثواني هتاخد علامه 0005 5 من 10000 من الدولار، هنضغط عليها ضغطه اي اعلان هتضغط عليه يبدا يحمل لك صفحه المعلن، وفي شريط بالازرق فوق زي ما انتم شايفين. اول ما بيخلص بتقول له، بتضغط على الصوره المقلوبه، الصورة الوحيدة المقلوبة فيها اللي هي دي، اضغط عليها ضغطة، هيقول لي علامة صح، ثانكس فور واتشنج يعني شكرا للمشاهدة. نرجع تاني للصفحة الرئيسية، هيجيبها لك باللون الباهت زي ما ايه، زي ما التانيين كانوا عاملين، تمام. في عندك جارانتيد ادز او الاعلانات المضمونة يعني، او هنضغط عليها ضغطة برضو نفس الفكرة، هيحمل لك شريط بالازرق فوق، بيقعد فترة اطول شوية، وبعد كده هتحل الكباتشا نفس القصة برضو هتحلها، وبكده يبقى انت خلصت الاعلان. هنشوف الكباتشا الصورة المقلوبة، حرف الاي بالمقلوب، هضغط عليها يقول لي سانكس، هنقفل الصفحة ندخل على الصفحة الرئيسية وهكذا.
هنا برضو اعلانات 5 ثواني هتاخد 0002، دي 5 ثواني هتلاقيها سريعة جدا. هنا اهي تحمل بس صفحة، عبارة عن مواقع ربح مال، كل دي مواقع ربح مال اللي بيعلن عنها، وغالبيتهم انا شارحهم، اغلب مواقع المال اللي موجودة الحمد لله انا شارحها. طيب وهكذا، هنا برضو اكستشينج ادز برضو نفس القصة، 5 ثواني هي نفس كل واحد، مفيش اي اختلاف. بعد ما تخلص هتحل الكباتشا زي ما انتم شايفين، ونقفل الصفحة، نرجع للصفحة الرئيسية. هنشوف بس اللي هي ديلي سيرفيز او دراسات استقصائية دي، اللي هي اللي هنعمل حاجة منهم، هنعمل حاجة مثلا اقل حاجة 10 دقايق، هنضغط عليها 42 سنت ونص، انا ضغطت عليها، بيقول لي are you currently living in Egypt، هل انت فعلا تعيش في القاهرة في مصر، اقول له نعم موافق، يقول لك اي شهر، بيقول لا يوجد اي دراسة متاحة ليك حتى الان خلاص. طيب هنشوف ممكن نربح المال عن طريق حاجات تانية او عن طريق العروض زي دي. هنشوف وان ادز، دي عروض كتير جدا زي ما انتم شايفين، عروض للموبايل وعروض للكمبيوتر، وفي الاي او اس وفي الاندرويد وفي الكمبيوتر. هنا صالحة للتلات مهمات، هنا مثلا صالحة، هنشوف حاجة تانية، هنا صالحة برضو للتلاتة، ده للكمبيوتر والاندرويد والكمبيوتر، كل ده الاي او اس والاندرويد والكمبيوتر، كل دي استبيانات 34 سنت وخمسة وتلاتين سنت واتنين وتلاتين سنت، كل دي عروض. خلاص في هنا برضو عروض تانية، لو جيت ستارتد هيسألك شوية أسئلة، الإيميل ومش عارف إيه والكلام ده، تقول له نيكست وتبدأ تحلها. هنا كل دي عروض، دي كل دي شركات بتقدم عروض، ميديوم باث كل دي عروض برضو، بس أنا مجربتش حاجة فيهم بصراحة، أنا حاولت أجرب حاجة فيهم زي ما أنتوا شفتوا، وأدخلت بياناتي وقال لي لا يوجد أي دراسات استقصائية ليك. لما دخلت معلوماتي وقلت له أنا من مصر، وقلت له أنا اللغة العربية والكلام ده والسن والكلام ده، قال لي مفيش اي معلومات ليك. انا يعني شايف ان الموقع ده هو الموقع للاسف، يعني انت انا شغال عليه بقالي ربع ساعة لغاية دلوقتي وما جبتش حتى 1 سنت، طبعا الدولار بيساوي 100 سنت، يعني كده مش هحصل دولار الا بعد مثلا 3 4 شهور على الوضع ده، على النظام اللي انا شايفه. ففي حاجة تانية بيقول لك اوفر وولز ايرنينج ريكويرمنت، بيقول لك انت متطلبات اللي انت ممكن تكسب من الاوفر وول او العروض دي 25 سنت بس، طبعا هتقعد تشتغل كتير جدا عشان تعمل حاجة زي دي. بيقول لك اول ليفل هتلازم هتاخد بونص 7 سنت، كل ده والرصيد زي ما انتم شايفين 8 من 1000 من الدولار، يعني مش محصل حتى 1 سنت. طبعا جدول الربح من الموقع للاسف يعني غير جدير من انك انت تشتغل عليه وتضيع وقتك وتضيع مجهودك عليه. في مواقع ربح مال محترمة انا هسيبها لكم في الوصف اسفل الفيديو، فيها كل او اغلب المواقع اللي انا شغال عليها المحترمة اللي انا شارحها على موقعي، وكمان سحبت من عليها اكتر من مرة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل جنب الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.